حبيت انك عم تعلن الاشياء، ما حدا بيسبقك بالاعلان. نجوى كرم تفتح قلبها لإيتي بالعربي، وماذا تقول لعرسها في 2023؟ انا دايما عندي خوف من انه ما يعجب الناس. ايش دخلك انت؟ كله عم يسالني عنك، بده يعرف انت مين. لك الفانس بعثوا لي على السوشيال ميديا بيقولوا لي بدنا صوره من التريونات تجمع نجوى وليسا ونانسي. ليه؟ بركي لانهم حاسين انه احنا مش ممكن تجمعنا، مع انه الصالون كان جامعنا وكان في ود وكان اللقاء لذيذ، يعني ما كان في هيك تشنجات اللي كانوا الفانز بيفتكروها بالماضي. فدا كان رد مباشر وصريح من نجوى كرم على بعض المتابعين اللي تداولوا لقطات وصور من الحفل الغنائي الأضخم تريو عربيك نايت في الرياض، وشككوا بوجود توتر بين النجمات، وإن المحبة اللي أبدوها ما بينهم كانت مقتصرة بس على المسرح. بالعكس كان في مطارح في تودد أكتر، وكنا عم نعيط لبعض بالأسامي ونسأل بعض عن أعمالنا، وكل حدا فات سلم على الكل بمحبة. بركي شي مرة بالحياة إذا تلاقينا هيك بيكون منكون قدوة للسياسيين عندنا بالبلد، بركي بيتحتوا وبيحبوا لبنان مثل ما نحن بنحب الفن. وهج الحفل لكل حدا منا كان موجود، لأنه كل حدا منا له جمهور وكل حدا منا له صوته وله لونه، فخلينا كلنا سوا نتكاتف لحتى نلون السما بكل الألوان. والمحبة والحنية دي اللي في كلامك يا نجوى كنا شاهدين عليها، سواء في لقاءاتك مع النجوم على المسرح أو في حركاتك وهزارك معاهم في الكواليس. ما الكل بيبطل يعرف أبو وديع، أنا ما بنسى أبو وديع. أنت دائما وين ما بتروحي بتكوني عروس هذا؟ لا والله كلهم عرايس. هلا هيدي بتعمل تشنجات، هيدي بتعمل تشنجات، هذا السؤال ربيع، لأنه فعلا فعلا كان في من الكل إيجابية بالتعامل لحتى نطلع عمل يحبوا الناس. والناس كمان حبوا إطلالاتك الأربعة على المسرح، واللي كانت بألوان مختلفة بتعكس الإيجابية اللي بتتميزي بيها. هل حنشوف نجوى عروس هلا 2023؟ ليش لا؟ ليش لا؟ شو؟ إمتى؟ شو المشكلة؟ ما في مشكلة. قلت لي أنت ب 2023. حلو هالرقم، حبيت هالرقم أنا. حبيتي؟ إيه. لأنه 2023 يعني 2 و2 4 و3 7 وانا بحب الرقم 7. يا عيني حتشوفك عروس ان شاء الله. عم تعلنها يعني؟ خلص انت عم بدك تعلنها؟ انا ايه بعدين بتعرف هيدي الثانيه بالذات بتبقى مرسومه فوق، متى رسمت فوق انا خاضعت لتحت على الارض. وبما ان نجوى كرم فتحت قلبها الاي تي بالعربي، ربيع هنيدي بقى عاوز يعرف لمين كانت نجوى بتغني مغرومه وهي جايه في الطياره على السعوديه. مغرومي شو دخلك انت؟ لا مو دخلني انا، مو هذا مو سؤالي، سؤال الفانز المحبين لي. الفانز بحبوا اني انا اكون مغرومي، وانا دائما مغرومي. مغرومي مغرومي. شو بتقولي للحبيب او العريس اللي يعني قلنا في خلال حوارنا انه يعني سنحتفل فيكي وتكوني عروس 2023؟ حلو، حبيت انك عم تعلن الاشياء، برافو ربيع. يعني ما حدا بيسبقك بالاعلان، انت كثير بتحب تحركش. مش حلو، مش حلو حدا يقول للحبيب شيء بالعلن. حلو، داروا على اعمالكم وقلوبكم بالكتمان. بس اللي ما قبلتش نجوى انها تخبيه عن اي تي بالعربي هي مشاريعها الفنيه ل 2023. كنت مع فكره البوم، عم يلعبوا لي براسي انه لا مش البوم كامل، لازم على القليل ميني البوم. في ناس قالوا لي حضري الاغاني بصير كل فترة نزل أغنية كسياسة فنية، أنا مش مع كل فترة نزل أغنية، أنا مع على القليلة 4 أغاني أو 3 أغاني مينيموم. وباين إنها هتتبع سياستها القديمة في الأغاني. بكل صراحة ولأول مرة بعلنها، أنا دايماً عندي خوف من اللي أنا بعمله إنه ما يعجب الناس. من زمان كنت حب أنا وما تفرق معي شو نزل، لأنه أنا حابة، وهالمرة أنا اللي رح أحب اللي بدي أعمله. وما حبتش نجوى تختم لقائنا معاها وما تتوجهش بالشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. سباق دايماً بأفكاره وبالتنفيذ، والتنفيذ كان مشرف ونعم التنفيذ، لأنه حسسنا أنه نحن أمنيتنا بالعالمية وصلنا لها بالعالم العربي عبر موسم الرياض بالسعودية وعبر كل المواسم يلي بيطرحها
معالي المستشار. وكمان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا اللي كان حاضر في الليلة دي وحريص على نجاح كل تفصيل فيه. أبو فواز لفته ومجيته كانت إيجابية للكل، وكلنا سمعنا الصريخ من مطرح لمطرح، هاي أبو فواز هاي أبو فواز. فبهالسنة الجديدة أتمنى له الصحة وأتمنى لكل العالم العربي